ايه فن. انا ما عاد بدي اترك في الطنجره كانت يعني ما خلص الاوراق. انا في نظري انه ايه مفتاح ال اقرب طريقه لقلب الراجل بالضبط معته الاكل. مش شايفه كده؟ انا مش شايفه كده لانه شايف شكلي. سوري انا مش شايفه كده لان مفيش حد هيبقى بيحب واحده شكلها روحها كل حاجه. لا مش هتجوزها عشان بتعرفش تطبخ. لا انا بالنسبه لي هو بيبقى متربي ان هو بياكل اكل حلو في البيت ومش عارفه ايه، فيعني هو هيبقى حاجه بالنسبه له بلس لو انا بعمل اكل حلو، علشان ساعتها هيبقى عملت له النهارده اكله حلوه فهو هيعمل لي اللي انا عايزاه. بس هو عامه الراجل لو جعان وانت ما لقاش اكل في البيت هيتعصب ولو لا مش هيقتلك. فيعني ليه